ثم بعد، فنفتتح بحول الله عز وجل سورة البقرة راجين من الله عز وجل أن يبصرنا ببصائرها وأن يلهمنا اتباع آياتها مما رسمه الحق عز وجل مسارا للمسلم في سيره إليه سبحانه عز وجل، عسى أن نكون من الرضين المرضيين. وذلك قول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كما دأبنا قبل مع سورة الفاتحة لسنا بصدد التفسير على مناهج المفسرين بتتبع جزئيات المعاني والعبارات، ولكن في هذه الدروس إنما نستبصر بالآيات ونحاول أن نصل إلى مقاصد العبارات والبصائر، استرشادا بقوله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. شيء عظيم في حياة المسلم أن يحصل في إيمانه على درجة اليقين، ومطلوب منه فعلا أن يسعى لذلك وأن يتحرك إليه. والوصول إلى اليقين يكون عبر منهجين، الأول يتعلق بتتبع الآي والإيمان بما ذكره الله عز وجل في كتابه، والثاني تتبع مآلات الآي، والمآلات أي ما تصير إليه الآيات القرآنية في الواقع الإنساني النفسي والاجتماعي والتاريخي. وذلك أن الله عز وجل حينما أنزل القرآن العظيم على محمد عليه الصلاة والسلام أنزله وهو عز وجل يرسم له مسار البشرية منذ انطلاقها من عهد آدم عليه السلام في قصة الخلق الأولى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وما في معنى ذلك من الآيات منذ ذلك العهد إلى آخر من يكون على وجه الأرض عند الزلزلة وعند الساعة نعوذ بالله منها ونعوذ به من أن نكون من حاضريها. هذا تاريخ، إذن تاريخ إنساني تكلم به الله عز وجل ورسمه في القرآن العظيم، والمؤمن يحصل على اليقين في إيمانه بهذين حينما ينظر إلى آيات الله المقروءة في القرآن، وحينما ينظر إلى آياته المتحركة في التاريخ وهو مآل الآيات القرآنية. آل الشيء يؤول أي أنه صار إلى متوقع، وتأويل الآية بهذا المعنى إنما هو النظر في موقعها مما ستؤول إليه في الواقع. وفعلا حينما ينظر المؤمن إلى كتاب الله عز وجل وينظر إلى النفس البشرية الحية الآن في هذا الزمان وفي هذا المكان وغيره من الأمكنة، لأن المشكل الذي يحدث للمسلمين أنهم يقرؤون القرآن بمعزل عن التاريخ الإنساني، وهذه من المشاكل اللي خلت الناس ما كيعرفوش شنو هو القرآن. ما القرآن؟ إنما القرآن كتاب، كلام الله، كتاب يخاطب به الله عز وجل الإنسان في كل زمان، أي يخاطبك بمقتضى زمانك أنت، وفي كل مكان أي بمقتضى مكانك أنت. والغلط الذي يحصل لنا أننا نقطع الصلة التاريخية بالقرآن بمعنى أنه نزل في فترة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتحدث عنها وعما قبلها وكفى، كأنه إنما أنزل لذلك الزمان ولذلك المكان. ولذلك قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، أو لا ريب فيه ما شئت من الوقف، ونفي الريب ونفي الشك عن هذا الكتاب ليس فقط من حيث هو نازل من عند الله، هذا نعم، ولكن أيضا من حيث هو صادق فيما ستؤول إليه آياته في تاريخنا الزماني والمكاني. لا ريب فيما ينطق به القرآن العظيم من أنه متحقق لا محالة، والسعيد من أبصر ذلك وعمل به، ومن لم يبصره ومن عمي فعليها. فنفي الريب يجب أن يقودنا نحن المسلمين إلى اليقين التام والقطع بلا ما مجال للشك فيه ولا للتردد، من أن ما يحدث في زماننا هذا إنما هو تأويل لآيات الله عز وجل في محكم كتابه وفيما فصلته سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء مما يحدث للمسلمين في فلسطين أو في غير فلسطين، ومما يحدث للأمة الإسلامية من تحلل ومدافعات اجتماعية من هذا المنكر الوافد عبر وسائل الإعلام وغيرها، والذي يريد أن يمسخ هوية الأمة وينزع عنها حقيقتها أنها أمة مسلمة. كل ذلك
تحدث عنه القرآن العظيم وأنذر به إنذارا، وفصلته السنة النبوية تفصيلا وبيّنت للمسلم الطريق وباب الخروج الذي يخرج منه بإيمانه سالما لا فاتنا ولا مفتونا. فالقرآن إذن هو كتاب الله عز وجل الذي رسم به الماضي ويرسم به المستقبل. هناك آية عجيبة في كتاب الله: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. قال المفسرون: اللوح المحفوظ ها هنا هو لوح الغيب، لوح الغيب أي اللوح المحفوظ الذي هو لوح الغيب. والغيب الذي أمرنا أن نؤمن به ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا الغيب له معان فيها غيب الماضي وغيب المستقبل وغيب الشهادة وغيب الغيب، عالم الشهادة. الغيب الذي فيه أكثر من المعلوم المادي الذي فيه، هذا العالم المادي الذي نعيشه صحيح هو عالم الشهادة من شهود بشريا، لكن فيه من الغيب ما الله عز وجل به عليم. وحينما كان هذا القرآن محفوظا في اللوح فمعناه أنه محفوظ في الغيب، وهذا الغيب كما هو غيب الماضي هو غيب المستقبل. إنه لقرآن مجيد من المجد والعلو والرفعة، فهو حاكم غير محكوم عليه، يحكم على الأزمنة جميعا ويحكم على زماننا هذا ويحكم على كل مسلم، بل على كل إنسان، يحكم عليه بالصلاح أو بالفساد ويحكم عليه أو يحكم له، فهو مجيد أبدا ماضيا وحاضرا ومستقبلا. واللوح المحفوظ فيه قد كتب علم الغيب مما سيقع، وسيقع قطعا لا شكا ولا ظنا، سيقع قطعا. ولذلك حينما حفظ الله عز وجل القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فليس حفظه إياه فقط بالمعنى المشهود أي بمعنى إنشاء وخلق وتهيئة الحافظة من بني آدم الذين يحفظونه ويطبعونه في المصاحف ويضبطونه ويشكلونه إلى آخره، هذا معنى. ولكن الأعمق من ذلك أن الله عز وجل حافظه في علم الغيب عنده. فلو فرض، وهو محال، لو فرض أنه انقرض حفاظ القرآن من العالم واندثرت كل نسخ المصاحف ولم يبقى شيء، الله عز وجل ينبت من الأرض من ينطق بالقرآن العظيم، لأنه في اللوح المحفوظ في لوح الغيب. وهذا اللوح رسم فيه الله عز وجل، رسم فيه المستقبل، والقرآن مرسوم فيه للماضي وللحاضر وللمستقبل. ذلك جزء من معنى قوله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إيمانك أيها العبد بالغيب يجعلك تقطع يقينا بأن هذا الكتاب هو الذي يرسم مسار الأمة المسلمة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة ويحكم عليها، وبه وعلى مقتضاه ستحاكم يوم القيامة فرضا فرضا. ولذلك وجب على المسلم أن يتخذ من إيمانه هذا اليقين، وأن يتخذ لإيمانه هذا اليقين ليفسر كل شيء يقع حوله بهذا المنطق القرآني العظيم. كل ما يحدث في الدنيا لا يحدث إلا بعلم الله. تدمير اليهود لبيت المقدس ولفلسطين ولناسها، وتدميرهم وتخريبهم وتقتيلهم للمسلمين في العالم، لا يظنن أحد أن غير اليهود يفعل ذلك في أي مكان. تخيل ما شئت من البلاد والعباد في أوروبا أو إفريقيا أو آسيا، كل شيء الآن اليهود وراءه تخريبا وتدميرا وتقتيلا. غيرهم من الأمم آلات تنفذ مخططها لا أقل ولا أكثر، وهذا إفساد، بل هو الإفساد الأول لبني إسرائيل، إفساد بني إسرائيل الأول الذي قضاه الله عز وجل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولم يجتمع لبني إسرائيل قبل في التاريخ إفساد وعلو. شحال من واحد كيفسر هذه الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، كيفسر بأنه وقد قاله بعض علمائنا الأفاضل الذين نجلهم حال الشيخ القرضاوي الله يذكره بخير، وفي رأي المتواضع غلط، غنبين بالدليل بحول ذوي أن المرتين قد فاتتا في التاريخ، دازوا هذه الجوج مرات، وأن ما يحدث اليوم هو بقوله عز وجل: وإن عدتم عدنا، أن الإفساد الأول والإفساد الثاني داز، وهو غير صحيح. لما؟ ولست وحدي في هذا طبعا، إنما أقول فيه بقول علماء آخرين.
وذلك أن الله عز وجل قال لتفسدن في الأرض تفسدن لتفسدن فساد مرتين، وهذا الفساد متبوع بشيء معاه واحد الحاجة وهي ولتعلن علوا كبيرا. العلو هو السلطة، العلو سلطة وكبرياء وقوة وعظمة، فإذا فساد وحكم وسلطان معا مقترنان. ما سبق لبني إسرائيل تاريخيا أن اجتمع لها هذان الأمران، حينما تفسد في التاريخ القديم تكون ذليلة، وحينما يكون لها سلطان أي تعلو تكون صالحة. فإنما عالت بنو إسرائيل فشدوا السلطة وعلوا إنما مع الأنبياء وملوك الأنبياء أو الملوك الأنبياء كداود عليه السلام، ملوك صالحون، وطالوت إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فكان عندهم السلطان والجاه نعم، ولكن بيد الصالحين منهم وليس بيد المفسدين. وحينما أفسدوا كانوا ضعافا ذلة تحت دولة الرومان وغيرها، فسلط الله عليها أعداءها من الكفار أيضا ودمروهم وخربوهم. وما مرش في التاريخ اجتماع ملك وفساد لبني إسرائيل إلا في حالة واحدة، هي في سورة البروج الأخدود، قصة الأخدود، ولكن ليس في بيت المقدس في اليمن، لأن القصة في سورة الإسراء تتعلق بالمسجد الأقصى وليس بأي مكان كيفما كان. أما علوهم بالأقصى وفسادهم فلم يحصل أن يجتمع، لما كانوا بالأقصى أي كانوا بالقدس قديم في التاريخ زمن الأنبياء كانت القيادة بيد الصالحين، حينما فسدت ذريتهم كانوا مستضعفين أذلين ما كانوش علات ولم يكن لهم علو. فإذا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أن يجتمع لهم فساد وسلطان، فهذه أول مرة في التاريخ تقع من إنشاء دولة إسرائيل المزعومة سنة 48 إلى الآن، أول مرة في التاريخ. الثانية هي التي ستقع بين يدي قيام الساعة، وهي التي يخرج فيها المهدي وينزل فيها المسيح عيسى عليه السلام ويخرج فيها المسيح الدجال أيضا، ماشي في هذه اللحظة. القرآن واضح في ذلك والأحاديث واضح، حديث لتقاتلن اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائف اقتله، هذا الحديث جاء في سياق الكلام عن ظهور المهدي وعن ظهور المسيح الدجال وعن نزول المسيح عليه السلام، وليس في هذه المرحلة طبعا، وما بعد ذلك إلا نهاية العالم حقيقة. إذن نحن مع العلو والفساد الأول، وهو ينتهي بإذن الله بتدمير دولة العدو وإنهائها عن آخرها، وليس بمنطق ما يقولون شدوا إسرائيل وخليونا فلسطين. هذه بحال ديك النكتة ديال إلا كان هذا القط فين الكيلو ديال اللحم، وإلا كان الكيلو ديال اللحم فين القط، هي هذه شدوا إسرائيل وخليونا فلسطين، كل فلسطين فلسطين، ولا وجود لشيء ولم يوجد في التاريخ قط شيء اسمه إسرائيل، لا إنسانا ولا ترابا، شتات جو من الخلا البرح. الناس اللي عاشوا مرحلة ما قبل وجود إسرائيل باقين بالحياة، كثير منهم باقي بالحياة، ودولة أعظم من هذه عمرت 70 سنة وأنهاها الله الاتحاد السوفيتي، انتهى أمره. والدول مثل هذه عنصرية طغيانية لا تعمر طويلا باش ما يدبش ليأس النفوس المسلمين، وما يحدث بشائر خير. بشائر خير شيء واحد نحن في حاجة إليه، هو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآية. هذا نحن في حاجة إليه فعلا، لنصنع من أنفسنا الجيل جيل اليقين الذي يبصر الآيات، آيات الله في الكتاب تتحرك في التاريخ المعاصر. ما تقراوش القرآن بمعزيل عن المجتمع، بمعزيل عن حركة التاريخ، التاريخ الذي يحدث الآن، اقرأوا القرآن في ضوء ما يقع، وانظروا إلى ما يقع في ضوء آيات الله في القرآن، تكون إذن من المبصرين. قد جاءكم بصائر من ربكم، سمى الله عز وجل الآيات بصائر، وقلنا أكثر من مرة إن البصيرة هي الشيء الذي ينظر الإنسان من خلاله. العرب كتسمي بصيرة هذاك الثقب اللي كيكون في الباب، كتطل منه تشوف شكون لتنظر من الطارق، وله اليوم دلالة معاصرة دقيقة من اللي كيديروا فيه العدسات المجهرية، ذاك المكبر الصغير يريك الصورة واضحة وقوية وضخمة. القرآن كذلك، هذه الآيات القرآنية من الفاتحة إلى الناس هي بحال هذوك العدسات. أش كتشوف بها؟ كتشوف بها الحياة ديالك وديال المجتمع
والتاريخ الذي يقع. قد جاءكم بصائر من ربكم، كل آية في كتاب الله بصيرة من البصائر، لو كنت تبصر من خلالها حقا لأبصرت اليقين ولعلمت المآلات، ذاك الشيء يعني اللي غادي يتطور له الأحداث غيبا، ولعلمت المآلات. فمن أبصر فلنفسه، كيف لنفسه؟ لأنه يعرف كيف يخطو. إلى دق عليك شي واحد وما عرفت شي شكون وكتحل انت وزهرك، شو تلقى؟ إما شخص تحبه وتريده، أو ثقيل الظل لا تريده، أو عدو ربما يرديك أو يؤذيك. بينما إذا أبصرت فلنفسك، أنت الذي تستفيد. فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. الغيب عقيدة المسلمين، وهي من أعظم المعاني التي كونت مجتمع الإسلام وضامنت استمراره عبر التاريخ. الإيمان بالغيب، لم يكن لهذه الأمة عبر التاريخ أي مقوم من مقومات البقاء لولا هذا الإيمان العظيم الذي يبثه القرآن في الناس، من حيث هو إيمان بالغيب. شيء عجيب جدا الإيمان بالغيب. قلت الأمة ما كانش عندها مقومات البقاء، يعني أسباب باش تبقى عايشة لولا هذا الشيء، لأنه وقع عليها من التدمير والتخريب والتقتيل عبر التاريخ ما كان كافيا لإبادة أمم وليس أمة واحدة. من الحروب الصليبية التي اكتسح فيها النصارى العالم الإسلامي، وحروب التتار التي خربت الشرق الإسلامي، وهجوم الاستعمار في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ودمر البنية كل هدي العالم الإسلامي، وبقي في بعض البلاد أكثر من قرن كما وقع في الجزائر حوالي 130 سنة. ما كان الفرنسيس يفكرون في أنهم قد يتركون الجزائر في وقت ما، وإنما كانت الجزائر هي باريس الثانية. لو لم يكن في الأمة الإيمان بالغيب لما صمدت ولما استمرت، ما تقدرش تصبر وتدوب في المجتمعات الغربية وتولي تبع. وعندنا دليل مادي من غير القرآن، إفريقيا حيث كانت بعض الشعوب إما منعدمة الدين السماوي تعبد الأوثان، شعوب إفريقية بقية وثنية، أو مؤمنة مسلمة ولكن معرفتها بالإسلام ضعيفة جدا، مختلطة بالخرافة الاجتماعية اللي عندهم تما والديانات القديمة التي كانت عندهم. هذه مسخها الاستعمار، قضى على لغتها المحلية، اللغات الإفريقية المحلية ديالهم مشات ولا ودول في كثير من الأحيان اللغة ديالها الفرنسية. في العمر كانت الفرنسية في إفريقيا، فرنسيس كيسميو إفريقيا الأم الثانية، فرنسا الأم الثانية، هكذا يعني بالمقابل ديالها بالفرنسية، فرنسا الأم الثانية. فين عمر كانت الإنجليزية في إفريقيا، صارت هي اللغة القومية ديال جنوب إفريقيا. الإنجليز راهم ليه في موضعهم، والفرنسيس أيضا في موضعهم، ولكن استطاعوا مع ذلك أن يمسخوا هوية هذه الشعوب ووحلوا مع الدول الإسلامية العريقة في إسلامها، وحلوا معها. وخا أزيد من قرن كما وقع في الجزائر، خرجت فرنسا وهي تحمل جراحها الثخينة وتترك وراءها حركة قوية للتعريب واحد الفترة، ثم بعد ذلك حركة إسلامية وصحوة دعوية تعيد الأمة إلى أصولها، وهي الظاهرة الإيمانية الممتدة عبر العالم. الشمس ما كيغطيهاش الغربان، صحوة إسلامية ونهضة دينية عميقة تؤسس لأي شيء. يؤمنون بالغيب، تؤسس لهذا الذي سيأتي يقينا، رغم أن في يهود سيخربون سيدمرون سيفسدون فسادا كبيرا، لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، سيفعلون ذلك كله، ولكن مآلهم إلى نهاية. ولكن ليس معنى هذا أننا ينبغي أن نبقى نتفرج في آية الله كيف تقع. قلت قبل قليل القرآن حاكم علينا، فرضا فرضا إيمانك بالآيات ومشاهدتك لها يفرض عليك أن تستجيب لأمر ربك، أن تستجيب له في أن ترتبط بهذه الآيات أمرا ونهيا. الله عز وجل يريك اليقين في آياته، وإذا أراك اليقين حاسبك على مقتضى هذا اليقين. لما تبدأ تشوف آيات الله عز وجل كتطبق فعلا، واليهود بعماها بالعمية اللي فيها تستجيب قهرا لأمر الله في كتاب الله وكتطبق ذاك الشيء اللي راه أرسم لهم القرآن العظيم، وترى أمر الله عجيبا في الدنيا. ما بقي لك بعد ذلك من تردد في ألا تأتي لصلاة الفجر، هذا حساب آخر، وهما مرتبطان. يعني رأيت برنامجا ما عرفتش شنو نسميه، يعني في قناة من القنوات التلفزيونية يهاجم العلماء أنهم يعني منشغلون بأحكام الوضوء وأحكام الطهارة عن الأمور التي تقع في الشرق. هذا غلط،
لا يجوز في الإسلام أن نفرق بين التيمم وبين ما يقع في فلسطين أو غير فلسطين. الدين واحد. بزاف ديال الناس غالطين كيقول لك إيه والفقهاء ملهيين غير في التيمم والحيض النفاس. هذه رؤية علمانية، هذه الخدمة ديال النصارى من اللي فرقوا بين أمور الدين وأمور الدنيا. بل الأيدي المتوضئة هي التي تفتح وفتحت في التاريخ العالم. سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين كلف عمرا بن العاص رضي الله عنه بفتح مصر وحاصرها شهرا، استبطأه عمر صفته قال له افتح مصر وعطاه جيش قوي وجلسوا شهر وهم محاصرين مصر ما بغت تفتح ليهم. هو كيرسل له رسالة يقول له فيها، يعني سيدنا عمر صفت رسالة لعمر بن العاص قائد الجيش الإسلامي الذي فتح مصر، يقول له انظر من أمر جيشك فإنما تنصرون على عدوكم بذنوبهم. شوف اش كديروا في الأمور ديالكم من عبادة وصلاة واستجابة لأمر الله في الحلال وفي الحرام، راه البطء ديالكم فتح مصر راه دليل على أنكم في تطبيق أموركم التعبدية ما صالحينش مزيان، لأن باش كينصركم الله على العدو كينصركم حيت هما الذنوب ديالهم كثر منكم، فإذا استوت ذنوبكما ما بقى ديك الساعة سبب علاش ينصركم. وهذا سر هزيمة المسلمين اليوم، أن ذنوب الأمة كبيرة ورهيبة، تفسخ الخلق والانحدار الذي وقع للمسلمين مما يشاهدنا، مش إحنا كنشوفه فساد الآن هو يرانا. ما بقي فرق بيننا وبين النصارى وبين اليهود في تفسخهم وضلالهم وتعاملهم بالربا وأكلهم السحت وأكلهم الظلم والرشاوة والعري والفسق والفجور وإعلان ذلك في الشوارع وفي كل مكان قدم. ولذلك العبرة آنئذ لقوة السلاح، حينما ترى آيات الله يقينا تسير بين يديك في الأرض ما صار لك عذر، وصارت حجة الله عليك أقوى، هي قوية أصالة ولكنها تقوى على هذا الجيل من حيث إنه يرى الغيب، يرى الغيب يتحقق يقينا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كيف ذلك الكتاب؟ ذلك الكتاب بما ينطق من آيات لا شك في أنها ستقع وتتحقق، وهي الآن فعلا تتحقق كما تحققت في التاريخ، لا ريب فيه. مقطوع بكونه من عند الله، مقطوع بكونه سيتحقق في النفس وفي المجتمع في كل مراحل التاريخ، إما تحقق ديال القرآن، إما شريعة وإما عقوبة. الله عز وجل يحكم الناس بسنتين، جوج ديال القوانين عنده سبحانه، سنة شرعية تكليفية وسنة كونية قدرية. القانون الشرعي هو الأمر والنهي، هو الحلال والحرام، فإذا أخطأ الناس وهم يطبقون الشريعة فإنهم يعالجون بالشريعة، يعني الناس مسلمين كيطبقوا الشريعة إلى وقع واحد الغلط ديال واحد كنعالجوه بالشريعة، كجلد الزاني مثلا لما كتكون المجتمعات الإسلامية كتطبق الشريعة كما كان في عهد النبوة وفي الأزمنة القريبة السالفة، شي قديم بزاف، كانت الشريعة هي اللي خدمة في البلاد الإسلامية طولها وعرضها، إلى وقع انحراف الشريعة اللي كتدخل وكتعالج تربية وعقوبة، وهو أمر يسير لطيف. لكن حينما يتخلى الناس عن الشريعة ولا يعالجون أمراضهم بالشريعة فإن الله ينزل عليهم شريعة أخرى ويعالجهم بشريعة أخرى. إن واحد فتنين، واش ربي مقابل ملكه ولا ما مقابلوش؟ إلا مقابلو راه الفوضى ما تكونش، واخا بنادم يدير الفوضى، الفوضى راه ما توقعش في ملك الله عز وجل، لأنه هو اللي مقابل. الحي القيوم، هذه هي المعنى ديالها، مقابل شغله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه شيء ولا يقع شيء إلا بإذنه. فإذا كان ذلك كذلك فإن استجبت أيها الإنسان لشرع الله عز وجل عاملك علاجا وعقوبة بشرعه، وإن لم تستجب أنزل شرعا آخر هو القدر الكوني المحيط بالكون كله. وذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، ففسقوا فيها خالفوا الشريعة وتركوها جملة وما عالجوا مشاكلهم بها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حق عليها القول أي وصلت الدرجة التي استيئس من صلاحها بالشرع وبالسنة الشرعية، فتتدخل السنة الكونية القدرية للعلاج فدمرناها تدميرا. والتدمير بزاف ديال الناس كيتصوروا الأمور ديال الزلازل والحروب، شي اللي كيجي للبال ملي كنسمعوا التدمير، بل هناك التدمير بمظاهر شتى وبتجليات شتى، كثير تدمير وما يعلم جنود ربك إلا هو. تمزيق العلاقات الاجتماعية تدمير للمجتمع،
نشر الأمراض النفسية، تدمير المجتمع، وهذا وقع منذ زمان للبلاد الإسلامية. المجتمعات الإسلامية من حيث هي مجتمعات مدمرة، دمرت تدميرا بسبب كثرة الفساد الذي حصل، فدمرناها تدميرا مدمرة فعلا. لا بركة في الوقت، لا بركة في الرزق، لا بركة في الصحة، لا بركة في الأسرة، مصيبة. يجمع من المال ما يجمع ولا بركة بعد ذلك، وإنما يشقى به في الدنيا وقد يشقى به في الآخرة والعياذ بالله. فلذلك إذن الله عز وجل يطبق القرآن وإن لم يطبقه الإنسان. هذا راه تطبيق القرآن. هكا نقول القرآن ما مطبقش، لا مطبق، ولكن مطبق بالعقوبة، هذه المشكلة. فللعودة إلى باب الرحمة من أبواب الله عز وجل، باب الشريعة، ما عليك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل وتعود إلى المرابطة بمساجد الله، كما في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والحديث في مسلم وفي موطأ مالك أيضا وفي غيرهما من كتب السنن. ما العلاقة بين هذا وبين ما يحدث في فلسطين؟ علاقة وطيدة، للمخ ديالو منسجم سيراها وطيدة ومتصلة. وعجيب تعبير النبي عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط. شنو الرباط؟ الرباط هو موضع العسى في الجبهة ديال القتال، أي الثغر الذي به قتال وإشراف على العدو وترقب، يسمى رباطا، هذا هو الرباط. إذن أنت في إقبالك على الله عز وجل متوضئا مسبغا للوضوء، مكثرا للخطى إلى المساجد، منتظرا للصلوات بعد الصلوات، أنت في رباط. نعم، والتعبير النبوي فيه عموم واستغراق، فذلكم الرباط لاستغراق جنس المعنى، كأنه قال الرباط الذي لا رباط سواه، يعني الجهاد الحقيقي هنا كاين. الأمة كل لا يتجزأ، اللي كيبلوا في مخه بأنه المسلمين ديال فلسطين بوحدهم، والمسلمين ديال المغرب بوحدهم، والمسلمين ديال موريطانيا بوحدهم، هذا غلط. هي أمة، أمة واحدة فصلت بما فصلت به في التاريخ. الله عز وجل لا ينظر إلى ذلك، ولكن ينظر إلى الدين الذي يجمعها جميعا. طيب، بما تنصر الأمة؟ تنصر بصلاحها. وبما تهزم؟ تهزم بفسادها. فسوق المسلمين وفجورهم في أي مكان في العالم يربك نصر المسلمين في أي مكان في العالم. صلاح المسلمين وزيادة عبادتهم وإقبالهم على الله يزيد نصرهم في أي مكان في العالم. فصلاحنا نحن هنا بمكاننا هذا زيادة نصرين وتثبيت لمن هناك، لمن يرى الأمة في امتدادها الروحي، في امتدادها الروحي. وأي بلاء يقع على المسلمين في أي مكان في العالم شظاياه تصل إلى أي مكان في العالم، يعني إلى تمحن المسلمين في أي موضع، شوية ديك المحنة كتوصل لأي مكان بما في ذلك هذا المكان. وإذا صلحوا في أي مكان، إلى صلاح المسلمين هنا، بركة صلاحهم تصل إلى المسلمين في أي مكان. أمة واحدة ودين واحد وقلب واحد، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى. الرأس راه مجروح له، ياك يمكن تدقلوا لي برهنة ديال السخانة ويبرى له، كما أنه كيمكن يكون عندك واحد المرض لا قدر الله في الجسم ديالك، في راسك ولا في رجلك، وتأكل واحد الكينة، أو أنه تدير واحد ليبرة في أي مكان في الجسم يستفيد الجسم جميعا منها. ولذلك مسؤوليتنا نحن هنا في رباطنا هذا أن نزيد صلاحا وأن نتوب إلى الله توبات فردية وجماعية. كلما رأيت آيات الله تتحقق كلما كانت حجة الله عليك أقوى، وكلما ازداد الإنسان عما وضلالا والآيات تتحقق كلما ازداد غضب الله عليه سقوطا ونزولا، صلى الله عليه. فواقع المسلمين اليوم هو أدعى لزيادة إيماننا بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وكلما ازداد إيماننا بالغيب كلما ازداد إقبالنا على الله، وإنما يقبل العبد على الله أولا من خلال الصلوات الخمس. راه المسلمين مازال، ماشي كل شيء طبعا، ولكن الكثير مع الأسف ما كيعرفوا شيء شنو هي الصلوات الخمس. لكل كيعرفوها
نهار الجمعة ملي أذن مؤذن الصلاة ما تلقاش الحركة في الشوارع وفي المقاهي، لوجدت الدنيا كلها قد اجتمعت برباطات الله، فذلكم الرباط. مسجد، الصلاة تصنع المجتمع، الصلاة تصنع الأنفس، الصلاة تصنع الأسر، الصلاة تصنع المؤسسات، الصلاة تصنع كل شيء. بصلاحها يصلح كل شيء، بخرابها يخرب كل شيء. الصلاة حركة اجتماعية ماشي فعل فردي. لمن أدرك ما معنى الصلاة، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر، الاصطبار بزيادة الطاء دال على التشديد والتأكيد. اصطبر على التزام الأوقات ونقل الأقدام والخطوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقلنا في غير هذا المكان أن انتظار الصلاة بعد الصلاة ماشي من شرطه، ليس من شرطه أن تبقى في المسجد، ولكن أن تحمل همها. راك خدام في المكان ديالك، مكتب ديالك، حانوت ديالك، معمل ديالك، الشركة ديالك، ولكن رفد الهم للصلاة. فوقاش غادي يودن كيدير غادي توضع، كيفاش الظروف ديال تهيئة النفس والبدن للصلاة، تفكر في هذا، أنت تنتظر الصلاة. وإنكم في صلاة ما انتظرتموها ماذا يقع؟ تكون مصليا بالمسجد ومصليا بعملك وشغلك الدنيوي، وأنت أيضا فيه في صلاة. هذا رباط، الأمة في حاجة إلى هذا، ونحن جميعا في حاجة إلى هذا. باب الصلاح الأول إقام الصلاة، إقامها وإقامتها على وجهها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه الآية ما جاتش عبث، شحال من واحد كيقول مع راسه كيفاش هذه القضية، وفلان كيصلي وكيسرق وكياخذ الرشوة وكيصلي. لا يصلي، هذه مشكلته، لا يصلي، عنده يسحب لك كيصلي، لا يصلي. حديث المسيء صلاته حديث عجيب لو تأملناه وتدبرناه. واحد الأعرابي دخل المسجد ديال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركع ركعات ما قراها، صلى بالزربة، سلم، فجاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلي فإنك لم تصلي. الحديث مشهور في كتب الفقه وكتب الحديث، كيسميه العلماء حديث المسيء صلاته. فإنك لم تصلي أي ما أديت ليس بصلاة. مشكلتنا أننا وإن كنا نزعم أننا نصلي لا نصلي، لو صلينا حقا لكانت الآية مؤولة في واقعنا. إن الصلاة، ما معنى إن الصلاة؟ يعني الحقيقية، تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.